ألف الحمد لله وشكر ألف الحمد لله ألف ألف الحمد لله وشكر تبقون بس اللي عنده كفيل بعدين يطلعهم المبرون بتوار هم راجل ما قشت أسوي شيء ما تلا أنا مش تقارش هذا علي 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 ورثة قارش هذا ما هانش نانا شلاته علي ورا بابا ورا ورا وليري وليري حتى تنزل هاي بتيا مو مال حزم مال فرقة تشيني يا كاكا هذه كله لو خليفاتهم يمنع المخيل